fucking truck. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة إيمان في البستان، والجزء الثاني من كمون البذور ودور الراحة. إيه هنتعلم في الجزء ده؟ هنتعلم أسباب الكمون وفوائد وأضرار الكمون وطرائق في كسر السكون أو الكمون. ابقوا معنا. أسباب السكون: الاحتياجات الضوئية. في نباتات بتحتاج إلى الضوء لكي تنبت، بينما أخرى تحتاج إلى الظلام مثل الخس حتى تنبت. الكمون بسبب المواد الكيميائية والمناعة والهرمونات النباتية مثل نقص بعض منظمات النمو المشجعة للإنبات أو زيادة المواد الكيميائية التي تثبط الإنبات. احتياجات التغذية: والتغذية هو تعريض النبات إلى الظروف الغير ملائمة حتى يستطيع أن يتحملها عندما يواجهها. أيضا الظروف البيئية وصلابة غلفة البذرة، وهنا الغلاف لا يسمح بنفاذ الماء والغازات، أي الغلاف مقيد لامتصاص الماء وتبادل الغازات. وقد يكون هذا النوع من الكمون وراثي أو ثانوي بسبب ترسيب المواد السوبرينية أو الكيوتينية والتي تعيق نفاذية الماء والغازات وداخل البذرة، أو تحدث مقاومة ميكانيكية لنمو الجنين. الجنين الغير ناضج، وهو الذي يكون مظهريا يبدو غير ناضج ولكنه تام التكوين، ولكنه محتاج مدة معينة لاكتمال النضج. كمون الجنون الجنين بسبب لأسباب فسيولوجية أو عوائق للإنبات بالجنين نفسه. الكمون المزدوج، وهو بيكون في حالة سكون بسبب غلاف البذرة والجنين معا. فوائد الكمون: بيمنع إنبات البذور على النبات قبل الحصاد، إنشاء بنك للبذور، نشر البذور على نطاق واسع، ضمان لبقاء الأنواع النباتية جيلا بعد جيل. طب ايه اضرار الكمون؟ طبعا تأخير الانبات في الحالات الضرورية. كسر السكون: ازاي بيتم كسر السكون؟ الخدش الميكانيكي بيجرى على البذور ذات الأغلفة الصلبة زي الخوخ أو المشمشليه لتليين القصرة وزيادة نفاذيتها للماء والغازات. طب ازاي بتتم هذه الطريقة؟ بخدش القصرة أو بكسر أو تشقيق القصرة بإحدى الطرق الميكانيكية مثل الآلات الحادة أو المطارق أو باستخدام الصنفرة. أيضا يمكن كسر قمة البذرة باستخدام الكماشة كما هو الحال في بذور الزيتون، مع مراعاة ألا نضر بالأجزاء الداخلية للبذرة. الغمر بالماء الساخن: بيكون بغمر البذور في ماء ساخن على 77 درجة إلى 100 درجة مئوية، ثم ننقل البذور بعد ذلك تدريجيا إلى ماء بارد لمدة 12 إلى 24 ساعة. وهنا يجب عدم أو يجب تجنب التعامل المباشر مع الحرارة، بمعنى أننا نغلي مثلا البذرة وهي موجودة على النار، ولكن بغمر البذور في الماء الساخن بعيدا عن النار. المعاملة
بالأحماض، حيث توضع البذور في إناء زجاجي ثم تغطى بحامض الكبريتيك بنسبة 1:4، وبعد الانتهاء من المعاملة بيصب الحمض من الإناء وتبقى البذور بالقاع. بناخد البذور ونغسلها بالماء الجاري لمدة 10 دقائق، أو يمكن وضع البذور في إناء بكمية من كبيرة من الماء، وتضاف إليه بيكربونات الصوديوم لمعادلة الحامض. ويمكن زراعة هذه البذور في حالة رطبة، ويمكن أيضا تخزينها جاف عند الزراعة. الكمر الدافئ وهو حفظ البذور في بيئة رطبة دافئة وغير معقمة مثل التربة الرملية الغير معقمة لمدة أشهر. إيه اللي هيحصل؟ هيحدث مرونة أو تليين بأغطية البذرة بفعل الكائنات الأرضية الدقيقة. في الطبيعة يمكن تحقيق هذا الغرض عن طريق زراعة البذور ذات الأغلفة الصلبة أوائل الصيف أو أواخر الخريف عندما تكون التربة دافئة. المعاملة بالحرارة المرتفعة عقب إن في وجد أنه في عقب انطلاق اندلاع الحرائق في الغابات والأماكن الأماكن اللي بتتجمع فيها الأشجار، لوحظ أن البذور ذات الأغلفة الصلبة بيسهل إنباتها. ومن هنا أتت فكرة المعاملة بالحرارة المرتفعة، جمع الثمار غير مكتملة النمو في بعض الأنواع الشجرية، استخراج البذور من الثمار غير مكتملة النمو بيزيد من قدرة هذه البذور على الإنبات، وذلك قبل تصلب أغلفة البذور. الكمر البارد. الكمر البارد بوضع البذور في بيئة مناسبة رطبة مع توافر الأكسجين حول البذور، ثم تخزن على درجة حرارة منخفضة لفترة معينة. طب إيه الغرض من هذه العملية؟ هو إحداث تغيرات ما بعد النضج في الأجنة. يمكن إجراء الكمر البارد معمليا أو بزراعة البذور مباشرة بأرض المشتل. عند إجراء الكمر البارد بالمعمل بيفضل أن تكون البذور منتفخة يعني متشربة بالماء، وذلك بغمرها في الماء لفترة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة على درجة حرارة دافئة. في حالة البذور ذات الأغلفة الصلبة بنزود الفترة إلى 3 أو 7 أيام، ثم تصفى بنصفي الماء ونخلط البذور في بيئة ذات قدرة على الاحتفاظ بالرطوبة زي الرمل المغسول أو البتموس. وجد أن البيئة المثالية هي بتبقى رملة وبتموس بنسبة 1:1، ويجب ترطيب البيئة وتركها 24 ساعة قبل الاستعمال. بعد ذلك بنرص البذور في طبقات متبادلة مع البيئة المناسبة في إناء خشب أو معدني أو أكياس من البوليسيلين، ثم وضع الأواني أو أكياس البوليسيلين داخل ثلاجات على درجات حرارة من 0 إلى 10 درجة مئوية. فترة الكمر بتختلف باختلاف نوع البذور، وغالبا بتبقى من شهر ل4 أشهر، ومع مراعاة إننا نلاحظ عملية الكمر بالكشف على البذور على فترات دورية. غسيل البذور. والغرض من غسيل البذور التخلص من المواد المثبطة المتواجدة على سطح البذرة، وفي هذه الحالة بنغمر البذور في ماء جاري يعني من الحنفية، أو تنقل البذور إلى ماء متجدد عدة مرات من إناء لآخر، وتختلف الفترة اللازمة لإجراء هذه العملية من 12 إلى 14 ساعة. وإذا طالت مدة المعاملة بيلزم إن احنا نغير المية
كل 12 ساعة حتى تسمح بتوافر الأكسجين للبذور المغمورة. استخدام أكثر من معاملة في حالة السكون المزدوج فبنستخدم المعاملة الأولى لتطرية الأغلفة، أما الثانية لكسر السكون الجيني وإحداث تغيرات ما بعد النضج. تعريض البذور لدرجات حرارة متبادلة، وده بيشجع البذور على الإنبات. بتعريضها لدرجات حرارة متبادلة تتراوح من 15 إلى 30 درجة مئوية أو 20 إلى 30 درجة مئوية. فيها بيتم تعريض البذور للحرارة المنخفضة لمدة 16 ساعة، ثم حرارة مرتفعة لمدة 8 ساعات. تعريض البذور للضوء، والضوء بيشجع إنبات البذور في كثير من الأنواع النباتية مثل الخس وكثير من الخضروات أو نباتات الزينة. ممكن نستخدم مصابيح النيون كمصدر الإضاءة، ويجب غمر البذور بالماء حتى تنتفخ، ثم تعرض لكثافة ضوئية بعد ذلك. الغمر في محلول نترات البوتاسيوم بوضع البذور في صواني الإنبات أو أطباق البتري، ثم تتشرب بمحلول البوتاسيوم بنسبة 29%. شكرا لكم. كان معكم دكتورة إيمان الراوي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.